نفسي. ماروتانا. اليوم ضيفتنا أصيلة ومميزة، تهوى الخيل والفنون، تؤمن بمكانة الخيل وأهميته كمظهر للقوة، ولعائلتها علاقة بالخيل الأصيلة وقصة دونت في التاريخ. اليوم ضيفتنا رئيسة اتحاد الفروسية الملكي الأردني، صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة عالية بنت الحسين. أول إشي نحن نحب نشكرك كثير على هاي الاستضافة. شكراً لاهتمامكم. بالعكس، وبنحب نقول لك يعطيك العافية لأنكم أبدعتوا على هذا الإنجاز وهذا التنظيم. تسلمي. الإعجاز والتنظيم صراحة مع الاتحاد، يعني شباب الاتحاد أمين فيه. شكراً. يعطيهم يعني ألف عافية. الله يخليك. سموك، يقال إنه معظم الخيول في العالم تحمل خاصة من خواص الخيل العربي. هو في العرف انه في نوعين من الخيل بسموه الخيل اللي دمها حامي والخيل دمها بارد. الخيل دمها بارد بتطبق على الخيل الكثير ضخمه اللي بيستعملوها في اوروبا لجر العربات الكثير ثقيله، وهذا الخيل دمها حامي. كل الانواع هاي فيها من الخيل العربيه. من الخيل العربيه. أيوة. وكانوا يستعملوها، يعني بظن اول خيل مسجلة أو معروفة إنها تسجلت في إنجلترا من الخيل العربية اللي راحت من بالتسعمية وإشي، القرن التاسع أو العاشر. فكانوا دائما يطلبوها بالخارج لأنه بتعطي صفات، بتعطي ذكاء، بتعطي جمال، بتعطي قدرة تحمل وطاقة. بتعطي صفات الخيول العربية. بتعطي صفات الخيل العربية وبتحسن النسل، يعني بتقدم من ميزاتها وما ما بتضعف السلالات الثانية. فلذلك كل سلالات الخيل اللي بسموه بوم بلادي دو اللي دمها دافي فيها داخل فيها العربية. أصول عربية. نعم. طب سموك، تقدر تحكي لنا أكثر عن علاقة الهاشميين بالخيل العربي الأصيل؟ أظن كل العرب، يعني بصراحة عندنا يعني علاقة خاصة بالخيل العربية، والحمد لله من الشغلات اللي بتجمع بين الناس كل العالم، يعني بيهتموا فينا في تاريخنا وهذا. والحصان العربي كثير من الأحيان، يعني حتى بمواقف معينة سياسية أو غيرها، يعني كانت هي اللي مناسبات خيل عربية الناس تلتقي عليها وتقدر يعني تحكي بإشي محايد والحمد لله تتفاهم عليها. فدائما بلاقيها إنه إشي إيجابي. وطبعا في الحديث النبوي إنه الخير معقود بنوصيها الخير وأهلها معانون عليها. فعلا سبحان الله فيها بركه. حكيتي كمان اكثر عن هذا الموضوع بكتابك قصه تاريخ الخيول العربيه في الاردن، تحكي لنا اكثر عن الكتاب. الكتاب وصلت لمرحله اللي اكتشفت او ادركت انه يعني في قصص مميزه للخيل والخيل الاردنيه بالذات اللي يعني بترجع للسلالات اللي كانت للملك المؤسس الملك عبد الله، وإشي بعطى اللي إجت من الحجاز كمان وعن طريق العراق. فقلت خسارة، هاي قصص كنا نسمعها بس أحيانا الواحد يا بنسى أو بيلاحظ أنه بلش ينسى تفاصيل، فقلت خليني أسجلها. فحاولت يعني كمذكرة، وفي المؤرخ الخيل بيتر أبتون اللي يعني بيعرف تاريخ القبائل العربية وخيل القبائل العربية والخيل العربية اللي تصدر يعني راحت لأوروبا يعني القرون الماضية. فبيننا وبعض بعض هو الجزء التاريخي خلينا نقول، وأنا القصة قصة وزودك كمان بالصور للخيول. في صور قديمة حلوة. سموك، نحن موجودين بالإسطبل، أكيد هذا الإسطبل الملكي له كتير ذكريات لإلك، تحكي لنا هيك عن ذكرى أو قصة حلوة بتتذكريها. بتذكر هي الخيل طبعا كانت أصلها كان مقرها ببسمان، وبعدين كانت تصيف بالغور بالشونة. بعدين يمكن كثرة الأعداد شوي بال67 لما صار الحرب ركبوا على الخيل وطلعوها عن طريق الغور ووصلوا لهون، وكانت الأرطاب على العيلة فضلوا هون، بنوا اسطبل مؤقت تحت. وبتذكر يوم كنا جايين، كنت بإجازة من المدرسة، كنت لسه صغيرة، فأنا وعمتي أميرة بسمة كنا ننزل نشوف الخيل، لسه ما في اسطبل مبني يعني بس كلها. قالت لي اكيد، بس قلت لي ننزل مشي بنرجع. انت عملتيها من قبل؟ نزلت مشي.
ونزلنا وشفنا الخيل وبالرجعة هي طلع حادش يعني وكنا متأخرين على موعد. قلت لي أكيد، قلت له لا أدري، تذكرت أنا نزلتها ماشي طلعتها ماشي بس ما عملت التنين نفس اليوم دخلنا على الموعد. بس في ذكريات كثيرة هون والحمد لله كثير من الناس اللي بعرفهم من هم صغار بيقولوا يعني ذكريات مع الأردن كثير متعلقة بهذا المكان، في بركة أنا أظن الحمد لله. أكيد فيه بركة. سموك بدي أسألك، بهذا الإصطبل طبعاً يتم رعاية وتربية الخيول، بتم تحضيرهم للمسابقات الجمال أو مسابقات الماراثون، إيش الهدف من إقامة بطولات ومن هالبطولة؟ هي صراحة هدف الإصطبلات يعني كانت يعني زمان كنا العرب الأردنيين يعني كنا يعني كانت الخيل معروفة وجزء من العيلة ومن تاريخنا ومن كل قبيلة. للأسف يعني دخلنا بفترة اللي صارت الناس جاهلت هالإشي شوي، صارت تركز على السيارات على تعتبر حالها يعني حديثة متحدثة. فالمرحوم الوالد أدرك إنه الخيل يعني الخيل العيلة عم بتضيع، فلذلك هو بالستينات حب إنه يعني تكون تتجمع وتتسجل أصولها، ضلنا يعني نحاول نحافظ عليها. فالهدف بصراحة من الاستبراك الملكي محافظة على السلالات هاي المحلية القديمة. في عنا خيل يعني السلالات هاي مش موجودة غير يعني غير عنكم، فأكيد في لهم أقارب يعني بكل العالم، بس بنحاول ومننجبر يعني نخلطها بسلالات أخرى، ولكن بنحاول نخلي الميزات اللي بكل عائلة يعني تضلها مبينة لحالها، مش انه نمشي بس ورا الموضة وإشي. فلذلك بنقيم بطولات، بنشارك بماراثونات وإشي، لأنه حلو الخيل كمان تتحرك وتكون رياضية. بس أول عرض كان بصراحة لأنه كان في عروض دائما في الخارج، بدنا نأهل خيلنا وبدنا نشارك وبدنا نبين خيلنا، لازم نروح نتأهل في الخارج. مكلف كان بالأوائل الثمانينات وصعب، وبت فترات معينة من السنة لأنه فترات تانية ما بصير تصدير الخيل لأنه جرثومة معينة وكذا. فكلش ما نسوي عرض هون، فسميناه الجواد العربي في موطنه حتى نذكر، لأنه بقول لك الجواد العربي الإنجليزي والجواد العربي الروسي، من الجواد العربي هو العربي مزبوط، هدول اللي اعتنوا فيهم لفترات، بس كمان خلينا نذكر إنه فقلنا الجواد العربي في موطنه. والحمد لله كان قلنا بما لأنه أيامها ما كان في عروض كثيرة بالدول العربية، كنا بلاش تكون منافسة، لأنه إحنا أحياناً كمان أولاً مش متعودين نسافر بالخيلنا بالمنطقة هاي، وثانياً مرات بتكون في حساسيات وإشي، فقلنا خليها تكون بس تجمع. ففعلاً بعتنا لكل الدول العربية وأظن 9 منهم شاركوا بخيل، والباقي كلهم يعني شاركوا بحضور، كانت كثير حلوة. يجونا من البحرين، من عمان، من مصر، يعني الحمد لله الدول العربية، الدول العربية كثيرة يعني العراق، سوريا، الحمد لله كانت كثير حلوة. وأول يوم طبعا كل دولة شاركت بثلاثة أربعة خمس روس، وبتذكر سوينا بروفا هون قعدنا وكل أصحاب الخير قاعدين، وإنه يلا قديش الوقت قديش. هذا بأي سنة؟ هذه كانت بأواخر الثمانينات، أواخر الثمانينات. الحمد لله كانت كثير حلوة، وإجوا وشاركوا معنا ومن وقتها وقلنا يعني بس حتى تعرفوا. ثاني يوم كانت للصبلات الأردنية والخيل الأردنية، بعدين سوينا عشاء بجرش، والحمد لله يعني كانت ذكرى حلوة، وإجوا ناس من كل العالم يعني يحضروا ويشوفوا الجواد العربي موت. بعدها كنا خلينا نسوي، تعودنا على الفكرة نسوي شوية بطولات، وبعدين قلنا بطولة الشرق الأوسط عشان لأنه في بطولة العالم، في بطولة كأس الأمم، وفي بطولة أوروبا، فخيلنا إذا مش مسجلة بأوروبا ما بصير تشارك، وكان في إشي اسمه التاج الثلاثي، فإذا بدك تفوز فيه لطب نسوي مرادف لبطولة أوروبا لبطولة الشرق الأوسط. والأردن يعني أهون الوصول إلها، يعني الإخوان اللي الدول الأبعد مقتدرين بيقدروا يبعثوا خيلنا، المنطقة اللي شوي تصرفها أصعب كمان أقرب، فبيقدروا يجوا ويحضروا من غير هالالتعب الكبير، إعاقات كمان. فالحمد لله كانت مناسبة، والحمد لله يعني مستمرة، صار لها 25 سنة آخر 30 سنة تقريبا. طب سموك بدي أسألك عن فرس كانت للمغفور له الملك حسين، جميلة جميلة، أظن كانت هدية من حبس باشا حسب ما بتذكر، وكان كثير بيحبها. هي في لقطة اللي راكب فرس بحطوا على التلفزيون مراتيه. ايش هذا الحب؟ ايش قصة هاي الفرس؟ ما بعرف بالذات، هاي كثير كان يحبها وكان يركبها، ودائما لما يشوفها يعني
يعني بعلاقة خاصة. أحيانا بيكون يعني شخص مع يعني شخصية معينة مع حصان معين. طب أنت إيش وين في شخص وين الحصان المعين اللي أنت بتحبيه الأقرب لقلبك؟ بصراحة كل ما بقول زي العرف الصغير اللي الكبر والمريض حتى يشفوا كلهم صراحة يعني كل واحد له قصة. في بعضهم طبعا بجوز مرت معهم بظروف معينة أو مثلا تتذكر جدتهم أو يعني كل واحد له ميزة معينة. بس الأقرب قبل فترة كان في واحدة كان عم بيعالجوها لشغلة وأنا ماسكتها وبحكي للي عم بيعالجها على أمها فبقول هيك كانت وبعدين حسيت إنه أنا والفرس اثنين صفنا يعني قلت شيء غريب هلا لأنه الله يخليهم أكثر الموجودين هون يعني ما بتذكروا أمها بس أنا وهالفرس اللي متذكرين تحس مرات إنه في يعني مواقف غريبة لأنه تاريخ يعني تاريخ بيمر طبعاً بس تاريخ الصفات القديمة ما بتضيع يعني فهل الواحد يحاول يحافظ عليها. طب تحكي لنا أكثر عن فرس الإسطبل الملكي جواد الإسطبل الملكي هليل رمضان تحكي لنا أكثر عنه وعلى الإنجازات اللي والألقاب اللي عم بياخدها. ما شاء الله الحمد لله هليل منه صغير كان يعني فاز أول مرة هون بطولة الشرق الأوسط فكتير انبسطت. كان عندنا أفراس كانت تتفوز ومش هالقد يعني أفعل فلما كان صغير فاز كمهور وبعدين رد فاز عمره 4 سنين بعدين دخلنا نجرب بأوروبا فانجبرنا حتى يشارك بأوروبا نسجله نخلي سنتين فشارك ببطولة أوروبا وفاز فأنا اعتبرته يمكن إنجاز أكبر من بطولة العالم لأنه على أرضهم وبعصان مولود عندنا والحلو أنه أمه يعني ترجع لخيل يعني جدته بترجع لفرس الملك عبد الله ففعلا يعني من خيلنا الحمد لله من خيلكم. والده كان حصان اسمه قمر زمان كان هديه من الشيخ عبد العزيز من قطر اصله مصري زي ما بيقولوا فالحمد لله يعني برضه مش بس هذا بس الحمد لله السلالات كلها متقاربه. وهذا قمر زمان كمان كان بيرجع لخيل اهدوها بيت البشارات للملك فاروق فكمان برضه من المنطقه من الجهتين اوريدي. سموك أنا من حبك ومن شغفك الخيل إيش بيعني لك؟ أظن إن سبحان الله يعني زي ما قلت فيها بركة وكل الطبيعة بصراحة يعني بتذكرنا تشوف وجه ربنا خلينا نقول يعني كل مهم البني آدم يضلوا واعي بكل اللي حواليه والخيل التعامل مع الحيوانات والطبيعة يعني ما بتمثل فبتشوف ردة الفعل على طول ففي صفاء وفي واقع ف بيقدر الواحد يتعلم منها تعلم المسايسة والتعامل. سموك أنا كثير بدي أشكرك على هذا اللقاء وثانكيو كثير على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها عن الخيل تسلمي. وشكرا لكم شكرا لاهتمامكم حبيبتي يعطيكم العافية.